طيب احنا معانا شاهد على الموضوع ده كمان، معانا الاستاذ سمير حجاج مدير فرقه الفنانين المتحدين. اهلا بيك يا استاذ سمير. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا في قعده ستات. ده مفاجاه جميله. اهلا بيك. طبعا احنا منورانا استاذه ناديه شكري، وكنا بنتكلم عن الموضوع اللي كان اتقال بقاله 20 سنه من الفنانه مشيره اسماعيل، وفكره ان هي اللي عملت المسرحيه لمده 6 سنين، والفنانه ناديه شكري دلوقتي بتقول لا طبعا الكلام ده مش حقيقي ابدا، وان هي بس عرضت سنه واحده وبعد كده اعتذرت لاسباب، يعني كان عندها بعض الاعمال. كان عندها تصوير وبعدين كنا عايزين حد معانا، فرشحنا تقريبا ان شاء الله كان استاذ محمود مرسي الله يرحمه. ايوه. كلم سمير خفاجي قال له انا هبعت لك بنت، بقى بنت بقى الاولى على المعهد، وبنت شطوره جدا جدا جدا. ايوه. فجابوها، حتى كان في موقف حصل معاها. الو، انا مع حضرتك، اتفضل. سامعك. كان في موقف حصل معاها ان قعدت فتره كده نعرض وما كناش حاطين صورتها خالص، على امل ان كان يعني ايه يحصل ان مشيره ترجع او حاجه يعني. هي عرضت سنه واحده مظبوط كده؟ ما هي موسمين، موسم صيف فنانه مشيره اسماعيل يعني سنة واحده، وبعد كده الصوره كانت لسه ما اتنقلتش بقى، بتاعت فنانه ناديه شكري ما كانت لسه ما اتحطتش. ما كانش في صوره. وبعدين طبعا هي كانت زعلانه وهي كانت طيبه جدا لذيذه جدا، ما كانتش بتعمل حاجه. اللي عمل الثوره عشان الصوره دي كان الله يرحمه، الله يرحمه احمد زكي. الله يرحمه. والاستاذ سمير خفاجه جه وحتى اتخانق معايا واصر ان انا لازم، انا اللي علقت لها الصوره بايدي على فكره. ايوه حبيبي يا سامي. يعني انا اللي علقت لها الصوره، فاكر كويس قوي الموقف يعني. وده كان سنه 76. 76 جت اخر 76 يعني. استاذه ناديه جت 77 78 79. طيب من وجهه نظرك يا استاذ سمير، ايه اللي يخلي الفنانه مشيره اسماعيل تقول حاجه زي كده في احد البرامج، وبرامج يعني كان ليها نسبه مشاهده عاليه جدا كمان؟ اصل انت حضرتك بتقولي مشيره اسماعيل قعدت معانا 6 سنين في الروايه. لا، هو مش انا اللي قلت، هي الفنانه مشيره اسماعيل هي اللي قالت ان هي قعدت 6 سنين تعرض، ووقت التصوير ما كانتش فاضيه انها تيجي تصور المسرحيه. المسرحيه نفسها ما قعدتش 6 سنين. الروايه اصلا قعدت من 76 ل 79، يبقى 6 سنين ازاي؟ هم 4 سنين بس. الكلام من بدايته مش صح يعني. نعم؟ الكلام من بدايته مش صح يعني، في سنتين زياده كمان. يعني ما ممكن يكون انتوا فهمتوا غلط، او يعني ممكن تكون قالت مثلا قعدت مثلا سنتين او حاجه، انما 6 سنين دي كانت صعبه جدا. مين قال 6 سنين بس؟ اذا كان الروايه كلها قعدت 4 سنين حضرتك. ايوه، هي الفنانه مشيره اسماعيل اللي قالت كده. انا بشكرك جدا يا استاذ سمير. بس عايزه اقول حاجه للاستاذ سمير. طبعا اولا استاذ سمير حجاج كان عضو في هذه الفرقه. فرقه الفنانين المتحدين. وفعلا انا يعني وانا كنت ناسيه موضوع ان هو اللي كان واقف كمان على الصوره، على الصوره بتاعتي. أيوة. الصوره كانت قد الحيطه يعني. في مسرح الليسيه اللي بيقولوا ان انا ما عرضتش يعني. أيوة. ذكريات جميله والله. كمان عشاني في اليوم ده فضل واقف، والاستاذ سمير خفاجي نزل بنفسه وقال لهم يعني ايه تبقى في المخزن بقالها 5 ايام، ارفعوا الصوره. قلت لهم مش عارض الا ما تتحط. وكان هو اول مره اعرف ميرسي يا سمير ليك طبعا جدا. وده استاذ سمير حجاج صديق، وعشنا مع بعض حياه كتيره جدا، وفي المسرح وكنا بنخرج نتعشى كلنا ونسهر كلنا. اسره جميله. عيد ميلاد سعيد صلاح حلوه كلنا مع بعض. كانت اسره جميله. وهو من الناس الجميله جدا. وعلى فكره كمان ابنه، انا يعني ميرسي ليك يا سمير، ابنه حد مهم جدا يعني، مصمم استعراضات هايل، فنان برضه مصطفى حجاج. ايوه، ميرسي يا سمير ليك جدا. انا عشان كلمه الحق دي. انت حد جميل يا نونا، انت حد جميل، وكل ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ سمير حجاج بنشكرك، بنشكرك جدا جدا على المداخله دي، بنشكرك.